مساء الخير واهلا بيكم في لمتنا الحلوه. عندنا النهارده مفاجآت مهمه جدا لشم النسيم، يعني هتتبسطوا جدا. بس الاول هقول نرمين زميلتي كل سنه وانتي طيبه. كل سنه وانتي طيبه يا رانيا، وكل سنه وكل مصر كلها بخير. نشوف بقى ميزو وقوشي عاملين لنا ايه، عشان احنا النهارده عايزين نحتفل مفاجآت شم النسيم. امبارح كان قاتل والنهارده النهارده بنرطب بقى. نرطب. قولي بقى. احنا عاملين النهارده حاجتين لطاف جدا، عصاير ومشروبات وايس كريم. ايس كريم ده مهم جدا على فكره، بعد الحريقه محتاجين حاجه تطفي النار. شم النسيم، وعاملين بريوش بالبدل الملون. الله. برياش. نرمين بقى كانت بتقولي ان قبل الهوا كانت لسه كانت بتقولي ان البريوش ده عندهم عشان هي من محافظه بورسعيد. احنا في بورسعيد بيسموه البريوش منجاونه. طبعا كل البورسعيديه عارفين يعني ايه المنجاونه اللي بيتحط جواها البيضه. السكر دي وال بيحطوا فيها، وعلى فكره بيحطوا ساعات فيها الفواكه المجففه. حلو قوي. طيب. يلا نبتدي. بورسعيد من الاماكن اللي بتحتفل ليها احتفالات خاصه بشم النسيم. هم كانوا في بورسعيد يعني على فكره. المحافظات اللي يعني المميزه كده فليها احتفالات خاصه كده بيها. طب يلا عشان نلحق وقتنا. بريوش النهارده معانا ربع كيلو دقيق، ربع كيلو ربع كوب زبده، ومعلقه صغيره سكر، اتنين بيضه، واحد معلقه صغيره خميره، رشه ملح، بشر ليمون، ومعلقه لبن بودره، واحنا دوبناها في ميه اللي هننزل بيها في العجين، ومحسن خبز. طيب هنقولها تاني، ربع كيلو دقيق، ربع كوب زبده، واحد معلقه سكر، اتنين بيضه، واحد معلقه صغيره خميره، رشه ملح، بشر ليمون، وعندنا كمان لبن بودره، واحد معلقه كبيره لبن بودره، واحد معلقه صغيره محسن خبز. انا مش عارفه ايه محسن الخبز ده، لازم تقولي عليه. طيب وعندنا بقى مشروبات وايس كريم. معانا كريمه لباني مضربينها، وعصير ليمون، وبشر ليمون، شويه سكر، ومعانا ايس كريم. خلينا نقول تاني المقادير بتاعت الايس كريم. تمام. والمشروبات شم النسيم: كريمه لباني حلواني، عصير ليمون، بشر ليمون، وسكر، وتلج. تمام. طيب نبتدي بالبريوش عشان هياخد وقت اكيد. البريوش بنزل دقيق اهو. محسن الخبز ده بتبقى زي المواد الرافعه، زي البيكنج باودر، بيكنج صودا، بتبقى حاجات معالجه انها بس ترفع وتحسن تنفش يعني كده شويه، تحسن بس من الاداء الخميرة. يعني احنا ممكن نستغنى عن الخميره او البيكنج باودر؟ لا، ده محسن، ده بس يساعد على الرفع. ليه؟ لان ممكن يبقى عندك الخميره في البيت بقى لها فتره اتفتحت فما تهبط، ما تبقاش تدي المفعول الكبير. وفي ناس كتير بتغلط قوي في حوار الخميره دي، لما يحطوا الميه ساقعه او المفروض انها تكون فتره او سخنه زياده عن اللزوم. لا مش سخنه. او اللبن لا صح؟ مش سخنه. بصي تكون درجه الحراره تقدري تلمسيها بايدك، ما تكونش سخنه قوي عشان ما تقتلش المكونات الخميره. طيب انت عمال تحط الحاجات دلوقتي، حطيت الدقيق وبعدين حطيت عليه الخميره، معلقه سكر، وادي المحسن اهو. سكر ده محسن خبز. ده محسن خبز ده بنلاقيه عادي في السوبر ماركت. ده موجود مش من العطار يعني، من السوبر موجود ماركت. في العطار دلوقتي بيبقى في العطاره يعني. تمام. ونحط معانا البشر الليمون اهو. تمام، حاجه بسيطه. بشر ليمون ده بيعمل ايه؟ بشر ليمون ده بيدي الساور للعجين. طيب تمام. واحنا برضو خلي بالك محتاجين الزست ده في الصور يعني المزازه كده، المزازه. محتاجين الزست بتاع الليمون في العجين عشان ده شم النسيم. اوكي تمام اهو. ننزل البطين بتوعنا. مكوناتها سهله وبسيطه خالص. بسيطه خالص يعني. بص انا معايا ايس كريم عادي فانيليا. ايوه. نبدا نحطه بقى ايه في كاسات. عايزه اقول لك انت لو عصرتني كده تنزل مني ايس كريم. والله من كتر ما بعشق الايس كريم. ناكله هو والشوكليت بطريقه هيستيريه. الايس كريم يعني سبب التخن والله، سبب الكوارث كلها. دلوقتي احنا ابتدينا نعجن، مش كده يا ميزو؟ على درجه للسرعه متوسطه ضعيفه خالص. بتحط الزبده بقى. الزبده واحده واحده بس بحطها الاول، لان خلي بالك البيض ده العنصر المرطب بتاع العجين. العجين. فانا بحط الزبده بس واحده واحده لغايه ما اشوف قوامها. اوكي. وابتدي انزل باللبن بتاعي. ممكن احط بودره وانزل ميه، وممكن ادوبه زي ما انا دوبته كده في الكريمه. في اللبن. في الكريمه اي تخن وخلاص. اي حاجه. دسم. هو شم النسيم يعني تخن على فكره، الملوحه دي فظيعه.
بتحبي الملوحه؟ الاملاح لا، اللي هي الحدوقيه بتاعتها او الملوحه بتاعتها اعتقد انها بتتخن يعني. لا هي مش بتتخن، هي بتحجز الميه جوه الجسم. انتوا لازم تقولوا لنا طريقه بقى، انتوا الشيفات تقولوا لنا الطريقه اللي احنا ايه ما نخليش الميه تتحبس جوه الجسم. انتوا عايزين نشوف اوشي بيعمل ايه، انا شايفاه بيفنن. بصي انا بحاول ادي الايس كريم شيب كده. بالمعلقه نعملها على الكانيل. امبارح قلتوا قبل ما ناكل الفسيخ والرنجه بنشرب ميه بليمون وممكن نحط معاها نعناع مش كده، وبعد الفسيخ والرنجة بنشرب عصير ليمونتين سك. دول انت الملح بيزيد من نسبه يعني من احساسك بالعطش. الليمون بيعادل الموضوع ده. ده بشر الليمون اللي حتى بتحطه ده. الله، لازم الوان برضو يا اوشي. لا يعني لا ما تنكرش. لازم الايس كريم بالليمون بعد الحاجات المالحه دي من الحاجات يعني الضروريه اللي احنا ناكلها يعني. مش حاجه فن، لا ده عشان يرطب المعده. الليمون يعني بيريح المعده شويه يعني الدنيا. الليمون في كل الاحوال مفيد جدا. الله، واحد ليا واحد ليك. الله، الايس كريم عموما بعد الاكلات التقيله بيريح كتير على فكره. يعني اي اكله تقيله تاكليها اما تاكلي بعديها ايس كريم من الحاجات اللي حقيقه. بص، ابتدت تلم العجينه اهي كده، اعرف ابتدت ان طالما ابتدت تلم اعرف ان عجينتي كده ابتدت ايه، خلاص تستوي. تميزه المفروض ان هي تخمر بقى، بنسيبها مده كده انها تخمر ولا بتتعمل على طول؟ نص ساعه اريحه ونص ساعه اسيبه يخمر. نص ساعة تريحها وبعد كده نص ساعة تسيبها تخمر. ونص ساعة سيبها تخمر. يعني ايه الفرق بين التريح وانك تخمر؟ بعد ما اخلصها دلوقتي اسيبها ترتاح. ترتاح يعني اعمل يعني إيه؟ العجينة نفسها اسيبها واغطيها واسيبها ترتاح نص ساعة. وبعدين؟ بعد ما اعمل لها الضفاير بتاعتها والفها اسيبها تخمر نص ساعة. تخمر نص ساعة تانية. دلوقتي يا اوشي انا شايفاك حطيت شوية كريمة وزبادي وهاخد شويه إيه سكر. ده العصير صح؟ دي حاجه كريمه لباني وزبادي. انت هتعمل شيك بالظبط، ميلك شيك صح؟ وناخد عصير ليمون. لا بس دي جديده عليا، انه نحط مع اللبن ليمون في ما هو بعد الفسيخ لازم قالك ليمون يعني. بس ميلك شيك بالليمون جديده. اوعى يا وش، انت عارفني يعني طبعا الصوت مش مسموع دلوقتي كويس. لا طب تزود لها. ده بيفرق بقى يا ميزو حسب القوام بتاع العجينه نفسها بالظبط. الدقيق احنا اتفقنا قبل كده ان الدقيق هو العنصر الاساسي بتاعي في الضرب بتاعه. طب قولي، احنا حطينا ربع كيلو، لو احنا حطينا نص كيلو يبقى هندبل كميه الحاجات. وربع كيلو ده بيعمل كام بريوشه تقريبا؟ بفرتين كبار. بفرتين لازم تعمل لنا حلزونات عشان احط فيها البيضه يعني، دي اللي انا عارفاها. كل واحد بتهيألي عنده الشكل اللي اتعود عليه من منذ الصغر. بالظبط بالظبط. طب سؤال بقى، كل واحد ليه عادات وتقاليد معينه بيعملها في شم النسيم؟ لان انا يعني اعتقد ان كل واحد ليه التاتش بتاعه في شم النسيم. بالظبط، في اللي بيخرج، في اللي بيحب ينتخ في البيت، وفي اللي يعني بيحب اللمه مع العيله ويلغوص. انا عموما بتجمع يعني، انا شخصيا ما بحبش الخروجات في اي مواسم يعني، في اي موسم انا ما بحبش اخرج عشان الزحمه بقى والقلق ده، فبرتبط بعيلتي دايما يعني، بنتقابل في قعده البيت برضو بتبقى حلوه. وبعدين يعني نلون البيت ونقعد وبعدين بعد الفسيخ بصراحه يعني الواحد بيبقى ما ينفعش يشوف حد. بس بعد ما الواحد كبر ابتدى بقى يبقى ايه بالنسبه له متعه قعده البيت. بالظبط، الواحد بيدور على يوم اجازه دلوقتي يعني. 100 سنه يعني. لا مش احنا دلوقتي في ريعان الشباب يعني. الشغل وزياده الضغط بتاعت الشغل خلتك تميلي اكتر ان انت تقعدي في البيت. البريوش ده او نفس العجينه دي يا معتزن احنا ممكن نبقى نحشيها حاجه وندخلها الفرن؟ ما يجراش حاجه. بس هي الضفاير، خليكي مياله شويه للضفاير اللي هي اي حاجه هتعمليها بالضفاير. بس انا كده
خلصتها اسيبها ترتاح. ممكن احط لها عجوه؟ ممكن تحط لها عجوه يعني. دي ممكن يبقى ليها استخدامات تانية غير ان هي بتتعمل كشم النسيم او كده يعني؟ ممكن تبقى زي فطاير لو العجوة. لو زودناها فانيليا لو زودناها فانيليا ممكن نحسها عجينه عمليه قوي، ممكن بالزبط. تنفع في اكتر من حاجه عشان وهي كمان تخرج سخنه بعد ما تزودها فانيليا تخرج سخنه. عارف ساعات كتير قوي لما بيبقى البيت فيه اطفال وكده او حتى مش اطفال للكبار بيبقى جميل ان الواحد ياخد حاجه الصبح كده يفطر بيها قبل ما ينزل. بصي يا رونا انا هحط شويه تلج على ال زي السموز شويه عشان ينزل بقى ايه يعمل تش حلو. حسبت ارتاح نص ساعه. طيب احنا معانا رشا من القاهره. مساء الخير يا رشا. الو يا رشا. رشا مش موجوده. هي ترجع تتصل علينا تاني. طب ارجعي كلمينا تاني يا رشا. ايه ده؟ انا يعني انت حطيت سكر على بس خفيف يعني. بتضحك عليا؟ كده كده لا خفيف والله. يعني ملح وسكر ده انت ايه يعني؟ بص مش حارمنا من حاجه. دي كده بعد ما ارتاحت العجينه. كده بعد ما ارتاحت العجينه احنا سبناها ترتاح نص ساعه وبعد كده خرجناها هنبتدي نعمل الضفاير دلوقتي. ندفر. احنا ممكن ناكل ايس كريم على فكره نتسلى يعني. او ممكن تجربها. بصي في اكتر من طريقه. بصي طيب. هنعمل الاول الضفيره الكبيره. افرد العجين، اتاكد زي ما احنا قلنا قبل كده ان انا بدخل العجين كله في بعضه تمام وابتدي اعمله لحام. فاكره اللحام اللي احنا بنقول عليه ليه؟ عشان هو ده القشره اللي هيبقى من جوه العروق بتاعه الجلوتين هتزيد يخش الهواء من ما بينها. بالزبط. انت بعد ما هنعملها رول الضفيره تلفها يعني هنسيبها نص ساعه تاني ترتاح وبعد كده بندهنها زبده مثلا. ندهنها بيض غسول. ندهنها غسول بيض. غسول بيض يعني ايه؟ يعني بتضرب يعني بيضايه؟ لبن وبيضايه. لبن وبيضايه ده الغسول اللي هو اللي عشان يشيل الزفره شويه اللي في البيض ويعني عشان يحمر. سنه فانيليا لو مسكره وسنه فلفل او ملح لو حادق. لو حادق اعتقد مع البيض مش هيبقى مسكر البيض؟ لا. رغم ان انا عايزه اقول لك عندنا في بورسعيد ما بيعملوش كده. لا بيبقى بص بقى عايزه اقول لك الفواكه المجففه دي بتتحط جوه العيش ولازم البيضه. بص فواكه مع بيض؟ والله احنا عندنا بس على فكره طعمها حلو. عايزه اقول لك يعني وكمان لما دلوقتي الحلوانيين يعني او بتوع الحلواني بيبيعوها غاليه جدا على فكره مش رخيصه يعني كيلو هتلاقيه غالي. بص العصير ده بقى. انا حطيت ايس كريم. اوكي. وهحط كريمه. دي من الحاجات بقى اللي انا بحبها شخصيا. طبعا. انت جايب اي دسم. ليمون برضو. عشان الفسيخ. طب ايه المختلف عن الليمون الاولاني؟ التاني الزبادي. الزبادي بتوديه في اتجاه بيديله ساور شويه. بالظبط. طب اللي مش وهحط معاها بشر الليمون. طب اللي مش بيحب الليمون ممكن يبدل بايه؟ ما اعتقدش في حد بيحب الليمون. عسل. عسل زبادي بالعسل بيبقى طعمه حلو. او برتقان افتكر. لا برتقان مع الزبادي واللبن مش هيبقى حلو. بص انا عشان الجوانتيات ابتدى الدقيق يسرح فيها فبلد ايدي بس بشويه زيت. بحس ان انا اعرف ايه تتحكم فيه. انت عارف لو جبنا سيرب توت او سيرب لا انا اوريكي بقى هعمل ايه كمان. ستروبيري فراوله يعني مع الشيكس دي هتبقى طعمها حلو قوي. بص انا هلا انا هعمل لك حركه بقى دلوقتي. لا سيرب بقى ولا بص دول شويه تلج انا اديتهم بس لفه مع بعضهم كده الاول. جميل. شويه سكر. انت بتلف العجين على بعض يمين. بنلف العجين على بعض. انا بس عملت ضفيرتين ومعانا فيليهات ليمون. فيليهات ليمون. الله. اوكي بنقشر الليمونه ونقطعها ترانشات. لا يعني الفلي بس كده. ناخد اللحم اللي هو اللحم بتاعه بس. فصوص. الفصوص الليمون بس من غير بس انت عايز ليمون اللي هو الكبير. الليمون هو بتتعمل بالصغير ولا اوكي. ايه ده دي تفيره كبيره قوي دي. لا هي اشكال والوان بقى.
خلينا متفقين انه كل الاشكال هتلاقيها في المنجاونة يعني. منجاونة برضو. منجاونة. عمرك ايش سالتيهم ايه المنجاونه دي يعني؟ والله مشهوره جدا على فكره، بس هما في المحافظات يعرفوها اكتر من القاهره. طب اللي بيتفرج علينا وعارف معلومه المنجاونه دي يا ريت يشاركنا دلوقتي، لازم ياكد كده ويحط بصمته. دي مش بلدكم؟ المفروض تبقي عارفه منجاونه. ما تكسفوناش، اتصلوا علينا دلوقتي. الحقوني. وديها غسيل البيت بتاعها، اسيبها ترتاح شويه. لما ترتاح بترتاح نص ساعة وبعدين بندهنها بغسول ندخلها الفرن. بتقعد في الفرن قد ايه بقى؟ 35 دقيقة. وقول لي كمان الفرن بيبقى على درجة حرارة قد ايه؟ 190 35 دقيقة. 190 ده أكتر من اللحمة، ده اللحمة 180. ما يتكشفش عليها الفرن لحد لما نتأكد عشان ما تهبطش. ليه؟ عشان هي واخدة بيض واخدة لبن. يعني خد بالك في ناس كتير يا عيني بعد ما بيتعبوا في العجين بتلاقي يعني ايه ما نفختش معاهم، فلازم ندي الناس النصايح دي. بشر ليمون. انا هحط شويه فليهات ليمون برضو على الوش، على الوش كده. ده اللي انت بتحبه ده. طيب هنسيبه لك. مش هنشربه. انت عملت ايه ده؟ شكل بريوشه تانية. ده هنعمل واحده تانية. بس واحدة بس بشكل تاني بقى. كده الفراغ دي. انت شاطر في العجينة. انا مدرسة في العجينة. ايوه هو في المعجنات احترف. كل دول بتوعي انا وهم، انا ورانيا. محدش هيشرب انا وانتي بس. العصير دي مهمه بعد التريق يعني، ده ماست بي. طب انا هفتن يعني على المخرج بقى. هو شكلك طمعان فيها. لا سوي مش مين سنجاب يبقى رئيس التحرير طمعان في كل المشروبات دي. في كمان ممكن نعمل ليمون بالنعناع. بماده غازيه. قول لنا بقى ازاي الليمون لما نعمل عصير ليمون بالنعناع الليمون ما يمرش؟ بتقشر الليمون الاول ولا بتعمل؟ والله انا ما بقشروش. هو بيمررش، مش عارف، كل الناس بتقول لي كده، بس هو ما بيمررش. لا بيمرر. بس هي الفكره كتر الضرب. حسب الليمون البلدي والبنزهير. بنزهير ده اللي هو الاداليا. الاداليا الكبير. الاداليا ده الكبير، والبنزهير ده اللي هو الاخضر بتاعنا الصغير. بتبقى ساعات لما تكون قشرته خضراء قوي بيبقى مايل للمر. وكتر الضرب خد بالك كمان، يعني لما مش هفضل بقى في خلاط ربع ساعه الف فيه. لا هي يعني تعجيها ازاي؟ تعجيها ازاي؟ تديله فانيليا. معقول؟ يعني لو قعد شويه ومرر اروح احط عليه فانيليا؟ طب بتمرر اصلا. لا. لو اتحطت بزياده بتمرر. لا ما هو مش بزياده. فانيليا باودر ولا فانيليا سيروب؟ لا فانيليا مش اكستراكت، فانيليا الباودر العاديه. تديها لها. ما تمررش. ممكن بقى ايه؟ واحده والثانيه. ايوه بقى. الله. ورده. لا انا عايزين نتعلم الحركه دي. في نتعلم الحركه دي. معلش نديها سبيس كده. خلي نعيدها تاني ونشوف الحركه دي بتتعمل ازاي. بتعمل زي الضفيره كده. زي الضفيره الاول. تعملها زي ودن القطه يعني. تلفيها كده اهو، بعد كده تاخديها، بعد كده تسيبي اخر واحده. تلفيها ورديه. ممكن تلفيها اي شكل. أي لو استصعبوها يعملوها حلزونه وخلاص. انت هتديها ولا يعملها؟ انا عايز الفراغ ده عشان ده اللي هتحط منجوني. منجوني. منجوني مش منجوني. انا عايز الفراغ ده عشان احط فيها البضايه في الاخر. طبعا تلوين البيض ده من احلى. على فكره شم النسيم ده حاجه فرعوني على فكره. عيد فرعوني. شم النسيم ده عيد فرعوني. هي عادات وتقاليد اصلا من ايام الفراعنه. وبعدين انا كان في يعني معلومه سمعتها قبل كده ان هم في يوم من الايام فتحوا قبر من القبور بتاعه الفراعنه، لقوا فيها فسيخ واكتشفوا انه صالحه للاكل كمان بعد كل الاف السنين دي. فانا يعني ايه، انا دي سمعتها قبل كده. لو ما تاكلي منه هنعرف. انا ما اكلتش منه. احنا لازم نتاكد من المعلومه دي. لا والله كانوا عشان طريقه التحنيط والحاجات اللي هم كانوا بيحافظوا بيها على الحاجه. يعني عايزه تقولي لي يعني ان الفسيخ قعد 7000 سنه لسه زي ما هو؟ مش حقيقه. يطلع فسيخ. اشك. بس ونسيبه يرتاح.
وهنحطه في درجه حراره 190 وهيقعد جوه. الون البيض قبل ما يتسلق ولا بعد؟ لا هو ده مسلوق. لا مسلوق. دي الالوان بقى بنجيبها. دي الوان بتتباع عادي، الوان اكل، بس الوان اكل. الوان اكل طبيعيه مش بالمعلقه بقى عشان الصوابع بقى ما تت. في احلى من المعلقه. اوبا. طب احنا في الوان طبيعيه ممكن بس ما بتديش يعني الاحمر ممكن ابدله بالبندر. الله، ايه ده ايه ده؟ الاخضر بقدونس مثلا، والخضره اقليهم. هات يا ميزو، ايه ده؟ بس ما بيطلعش. ايه الحلاوه دي؟ شكلها فظيع. انت عاملين عشره مرور يعني؟ شكلها فظيع. بص يا رانيا، الالوان تمام. في نوعين الوان، في الوان سايله وفي الوان باودر. بيفضل احنا بنشتغل بالباودر تمام. دي الوان الفندل، السكر الفندل احسن، وما ذكرش يعني انها فيها شيء مضر للصحه يعني، او الكلام ده كله للاطفال بالذات. اهم حاجه صحه الاطفال بالظبط. فدي اللي احنا بنحب نشتغل بيها، مش قتمه، مش الوان زاهيه، بس على الاقل بتفي الغرض. اللي دول بقى كده تمام، اطلعهم على الشبكه، اسيبهم ينشفوا، وبعد كده العجين اول ما يخمر معايا اقوم حاطط واحده وندخلهم الفرن. اوكي. وممكن لو انا مسلوق بعد ما يطلع اروح يعني براحتي. اوكي. انت انا سايبه البريوشه اللي هناك دي، مش عارفه سايبها لمين، مخبيها. تسلم ايديكوا على فكره. شم النسيم اللي جاي ان شاء الله نبقى مع بعض وتعملوا لنا حاجات احلى. امبارح الكيش ما لحقتش ادوقه، بس يعني اكيد كان طعمه حلو. الفقره اللي جايه فقره مهمه جدا، كلنا بناكل فسيخ من عند شاهين الفسخاني. عايزين نعرف يعني اشمعنى شاهين، وليه الناس اشمعنى شاهين هو المشهور. فاحنا معانا النهارده ضيفنا هو ابن شاهين الفسخاني، وكمان معانا الاستاذه رحاب، هي خبيره الاتيكيت، هتعلمنا ازاي ناكل فسيخ بالشوكه والسكينه، وان احنا يبقى يعني نتعلم اتيكيت بتاع 2017 بقى بالشوكه والسكينه. هنروح لفاصل ونشوف ضيوفنا بعد كده، واتفرجوا معانا على الفقره اللي جايه، فقره جميله جدا.